من أين إذن جاءت المفاهيم المغلوطة، وكيف روجت لها التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وكيف يعاد الآن مسار الفكر الإسلامي إلى مساره أو إلى طريقه المعهود والموصوف بالوسطية؟ الدكتور محمد عبد الفضيل، عضو مركز الحوار بالأزهر الشريف، مشرفنا النهاردة. مساء الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك. هنتابع أولا تقرير عن المؤتمر، ثم نعود لنفتح نقاشنا على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من القاهرة. ابقوا معنا. دعوة أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن يكون مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي، فاتحة لسلسلة من مؤتمرات تجديد الفكر الإسلامي والتي تعقد عاما بعد عام. وطالب الرئيس السيسي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف بأن تولي أهمية لتجديد الخطاب الديني. لقد طالبت المؤسسات الدينية منذ عدة سنوات، وفي مقدمتها مؤسسة الأزهر الشريف، بأن تولي موضوع تجديد الخطاب الديني أهمية قصوى، وأكدت لهم أن التقاعس والتراخي في هذه المهمة من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم وأشباه العلماء من غير المتخصصين ليخطفوا عقول الشباب ويزينوا لهم استباحة القتل والنهب والاعتداء على الأموال والأعراض، ويدلسوا عليهم أحكام الشريعة السامحة، وينقلوا لهم الفهم الخاطئ المنحرف في تفسير القرآن الكريم والتشويه المتعمد للسنة المطهرة. من جانبه أعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إنشاء مركز الأزهر للتراث والتجديد، والذي يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى عدد من العلماء المتخصصين الراغبين في المساهمة في تجديد الفكر الإسلامي. قرر الأزهر الشريف إنشاء مركز دائم باسم مركز الأزهر للتراث والتجديد، يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها، كما يضم مجموعة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجالات المعرفة ممن يريدون ويرغبون في الإسهام في عملية التجديد الذي ينتظره المسلمون وغير المسلمين أيضا. وتركزت المحاور الرئيسية للمؤتمر على أطر مفاهيم التجديد وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة وقضايا المرأة والأسرة ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي. كما يناقش المؤتمر شروط التجديد ودواعيه وضوابطه والأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير، والمؤسسات المعنية ودورها في التجديد وعرض مظاهر التجديد التي قام بها الأزهر قديما وحديثا. عدنا إليكم مرة أخرى دكتور محمد. إيه الرسالة اللي أراد الأزهر الشريف أن يرسلها عبر انعقاد هكذا مؤتمر عالمي بحضور أئمة وشيوخ من دول العالم الإسلامي والدول العربية كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، برحب أهلاً بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا مؤتمر التجديد هو مؤتمر، يعني أنا عايز أقوله مهم جدا، زي ما ناس كلها قالت النهاردة أنه جاي في وقته، جاي بعد سلسلة كبيرة من المؤتمرات التي عقدها الأزهر والتي كانت تتميز بوحدة الموضوعية، يعني مؤتمر عن مثلا مؤتمر عن التطرف والإرهاب، مؤتمر عن المواطنة، مؤتمر عن السلام، مؤتمر عن القدس، ثم يأتي مؤتمر التجديد ليتحدث عن كل هذه المفاهيم. ولذلك دعي إلى المؤتمر هذا العدد الكبير من الدول الإسلامية، من المتخصصين، من الأساتذة، من المشايخ، من المختصين في عملية التجديد، من أكثر من 41 دولة إسلامية من مجموع 56 دولة إسلامية. الرسالة التي يريد أن يرسلها الأزهر من هذا المؤتمر هو يعني تتلخص في ثلاثة أشياء: أولا النية الصادقة في التجديد، ثانيا التخصصية في عملية التجديد، ثالثا مواكبة العصر ومواكبة المفاهيم الحديثة التي يجب أن يتجدد معها كل شيء، ومن هذه الأشياء الدين. الأزهر الشريف
لديه النية لتجديد الفكر الديني أو تجديد الخطاب الديني منذ سنوات، واتخذ بالفعل خطوات حثيثة نحو هذا التجديد، وخصوصا بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات لتجديد الخطاب الديني. الأزهر الشريف، وهذا من حسن الطالع أنه ربما المؤسسة الوحيدة في العالم التي لديها أكبر عدد من مقومات التجديد، لديه جامعة علمية بحثية تدريسية، لديه معاهد أزهرية لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي، ولديه مجمع البحوث وهو مجمع بحثي في المقام الأول، ولديه هيئة كبار العلماء وهي الهيئة العليا المنوط بها إدارة كل هذه المؤسسات أو الإدارات من ناحية الفكر الإسلامي، من ناحية المسائل الإفتائية وهكذا. هذه المقومات التي يعتمد عليها الأزهر الشريف قلما توجد في مؤسسة دينية أخرى على مستوى العالم الإسلامي، التي يعني هناك مؤسسات بالفعل تضم جامعة فقط أو مؤسسات تضم دور إفتاء أو دور معنية بالبحث، لكن مؤسسة الأزهر الشريف في مصر التي هي ناهزت عمر الألف عام تحتوي على هذه المقومات. فهذه رسالة أزهرية أيضا، ليس فقط لنا، لديه النية ولكن أيضا لديه التخصصية. وأيضا من الرسالات الهامة التي يريد الأزهر الشريف إيصالها إلى المجتمع الإسلامي أن لديه أيضا إدارات مستحدثة تواكب هذا العصر بما فيه من تقدم تكنولوجي، تقدم معرفي، تقدم مفاهيمي، وتقدم أيضا في وعي المواطن المسلم أو المواطن الشخص. طب هو دكتور، الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم عن ضرورة تجديد الخطاب الديني، ولأن احنا هنا نتحدث عن التجديد أو الرغبة في التجديد في الفكر الإسلامي. الخطاب الديني جزء من التجديد في الفكر الإسلامي؟ نعم، مسألة تجديد الخطاب الديني أدت لبعض من اللغط، فأراد الأزهر الشريف أن يحدد معنى ماذا نريد بكلمة الخطاب الديني. فحصل ذلك في الفكر الإسلامي، لأننا يعني أردنا أن نوضح للناس في كثير من وسائل الإعلام وكثير من المؤتمرات أيضا والمقالات والتقارير أن المعني بتجديد الخطاب الديني أو المعنى أو المراد من تجديد الخطاب الديني هو تجديد الفكر والمسائل الاجتهادية التي تتغير بتغير الزمان، وليس تجديد الثوابت كما أشار سيدة الرئيس اليوم في كلمته، وكانت هذه نقطة جيدة أن يشير في كلمته أن هناك ليس تجديد في الثوابت وليس تجديد في العقائد، ولكن التجديد في المسائل التي يجب أن تواكب العصر وتواكب المفاهيم الحديثة. فأراد الأزهر أن يقول نحن سنجدد أو نحن نجدد أو نحن نهتم بالتجديد أو نحن سوف نتحدث ونتناقش حول التجديد، ولكن ليس التجديد الثوابت، لأن هذا سيؤدي إلى لغط كبير بين دور الإفتاء، بين المؤسسات الدينية، بين أيضا المواطنين المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي، ولكن تجديد الفكر الإسلامي. نحن لدينا ثوابت إسلامية نابعة من نصوص القرآن والسنة الثابتة، ما نقول عليها في التخصص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ومع ذلك وقابل للتجديد. وفعل ذلك أئمة كثيرون يعني في قرون الإسلام الأولى، فعل ذلك الإمام الشافعي، كان لديه مدرسة في العراق ولديه مدرسة أخرى في مصر بعدما انتقل إلى مصر، لأنه وجد أناسا غير الناس ووجد أرضا غير الأرض وثقافة غير الثقافة. فللإمام الشافعي، وهذا كان في القرن الثالث الهجري، مذهب جديد كان في مصر، وهذا كان يعد من علامات التجديد في التاريخ الإسلامي. طيب يعني إذن التجديد أو المطلوب سيكون في الفكر الإسلامي ذاته، ومن ثم يخرج بقى في آلية الخطاب. نعم بلا شك. بعد تجديد الفكر نفسه، طيب الفكر الإسلامي وهنا الجوانب اللي بنتحدث عن تغييرها، كيف استغلت التنظيمات الإرهابية هذه الجوانب ونشرتها بطرق عديدة مغلوطة أدت إلى ما نحن فيه يعني من أفكار اجتهادية، أفكار تكفيرية إلى ما آخر؟ خلينا الأول نتكلم عن تجديد الخطاب الديني أو تجديد الفكر الديني بمفهومه الأشمل، الذي يشمل المفاهيم ويشمل أيضا النظرة للآخر ويشمل أيضا المرأة
ويشمل أيضا الآليات أو الأدوات التي تستخدم في هذا الخطاب مثل الأدوات التكنولوجية الحديثة، ويشمل أيضا المفاهيم الحديثة التي تطرأ على الأمة وتطرأ على المجتمع مثل مفهوم المواطنة، مفهوم الانتخابات، مفهوم الاندماج، مفهوم السلام، مفهوم التعايش وهكذا. جزء من هذه المفاهيم تم اختطافها، تم السيطرة عليها من قبل هذه الجماعات، فقاموا بتفسير الجهاد تفسيرا مغلوطا، تفسير الحاكمية تفسيرا مغلوطا، تفسير الولاء والبراء تفسيرا مغلوطا، كفروا الآخر، بل كفروا أيضا المسلمين الذين لا ينضمون إليهم أو لا يبايعون شيخهم أو لا يبايعون إمامهم، ومن ثم اختطفت هذه المفاهيم وتحولت إلى مفاهيم تكفيرية تفسيقية إنعزالية تقود إلى الكراهية وعزل الأشخاص بعضهم عن البعض، أو عزل ليس فقط المجتمعات ولكن الأشخاص أيضا في البيت الواحد قد يكون بينهما عزلة لأنه يؤمن بهذه المفاهيم والآخر لا يؤمن بهذه المفاهيم. أدى كل ذلك كان نتيجة لتباطؤ في التجديد، لعدم استخدام وسائل حديثة في التجديد من قبل لا أقول فقط المؤسسات الدينية ولكن جميع المؤسسات معنية بعملية التجديد، لأن المؤسسة الإعلامية يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع المؤسسة الدينية والمؤسسة التعليمية، المؤسسة الثقافية، بل أيضا المؤسسة الرياضية وكذلك المؤسسات التوعوية، كلها يجب أن تقوم بما هي منوطة به في عملية التجديد. ناهيك أيضا عن بعض الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها بعض الدول مثل سوريا وليبيا واليمن وهكذا، كل ذلك يؤدي إلى اختطاف هذه المفاهيم، وهذا ما أشار إليه أيضا فضيلة الإمام الأكبر والدكتور عبد اللطيف، وبعد ذلك أيضا كلمة الرئيس التي ألقاها دولة رئيس الوزراء، أن هناك بل أيضا جاءت هذه الكلمة كلمة اختطاف المفاهيم أو خطف عقول الشباب، أشار إليها سيادة الرئيس في كلمته اليوم، وهذا ما فعلته هذه التنظيمات المتطرفة. فالمفاهيم موجودة، لكن عدم التجديد في هذه المفاهيم أو عدم ملء الفراغ الروحي بالشكل الصحيح يعني. بالضبط، أو ملء الفراغ الروحي للشباب، لأن الكتب موجودة، لكن هناك أيضا تقصير في استخدام الأدوات. الشاب الآن يعني ماسك الموبايل، ماسك اللابتوب أو معاه الآيباد، يعني قلما نجد شاب يقرأ في كتاب مجلدات وهكذا. ليس هناك فقط تقصير في أو تباطؤ في تجديد المحتوى، ولكن أيضا تجديد المنهج وتجديد الآلية. ولذلك يتحدث هذا المؤتمر عن تجديد المنهج في التعامل مع المحتوى، ويتحدث أيضا عن التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويتحدث أيضا عن المفاهيم الحديثة التي يجب أن تطرح على الساحة الدينية. مفهوم المواطنة مفهوم حديث، مفهوم الاندماج مفهوم حديث، مفهوم السلام أيضا لا يأتي كثيرا في النصوص الدينية. إلى أي مدى المؤسسة الدينية أو المؤسسات الدينية أو جميع المؤسسات المعنية لديها القدرة على دمج هذه المفاهيم في المنظومة الدينية، في المنظومة التعليمية، في المنظومة الدراسية بشكل جديد يواكب أيضا متطلبات العصر؟ بالضبط. طيب، مفهوم الجهاد كان من المفاهيم اللي كان أو فسرت من قبل الجماعات الإرهابية بأشكال متطرفة، إلى أن هم بيوصفوا نفسهم جهاديين، وبتطلق على نفسها هذه الجماعات أنها جماعات جهادية في المقام الأول. لماذا أختلف على هذا المصطلح وعلى تفسيره أيضا إلى أن وصل إلى أيدي الجماعات الإرهابية واستخدمته بهذا الشكل السلبي؟ طبعا مفهوم الجهاد من المفاهيم الإسلامية الثابتة الجيدة الجميلة، والتي ينادي القرآن بها وتنادي السنة بها، لكن بمفهوم مختلف عما تنادي بها هذه الجماعات المتطرفة. كانت هناك بعض الآراء الضعيفة الشاذة التي قال بها بعض العلماء أن هناك ما يسمى بجهاد الطلب، أي نشر الإسلام عن طريق الجهاد، ولكن غالبية العلماء المسلمين والمذاهب الفقهية لا تنادي إلا بجهاد الدفاع عن النفس، وهذا هو الثابت في صحيح السنة والثابت في القرآن الكريم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. بسم الله الرحمن الرحيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كل هذه الآيات تتنافى منهجيا وموضوعيا مع فكرة جهاد الطلب، أن أذهب إلى الناس وأقاتلهم لكي يدينوا بالولاء له أو بما يسميه هو بالدخول في الإسلام ونحررهم من كذا من كذا. نعم، لكن الجهاد
وهذا هو الثابت في مناهج الأزهر الشريف والتي ينادي بها أيضا في كتبه ومناهجه ونعلمها لطلابنا. يعني أنا أدرس في الجامعة مقارنة الأديان وأصول الفقه، وأنا أرى ذلك وأمارس ذلك في الجامعة الأزهر. نحن نعلم أبناء أن الجهاد هو جهاد الدفاع عن النفس، وهذا هو المفهوم الذي لا تحتاجه فقط المؤسسات الدينية في تعليمها، ولكن أيضا تحتاجه الدول وتحتاجه البلاد وتحتاجه الجيوش، أن يكون هناك عقيدة ثابتة أن هناك معنى جيد ومعنى إيجابي للجهاد ندافع بها عن الوطن وندافع بها عن الدين وندافع بها عن النفس. وهذا هو الثابت في آيات القرآن التي ذكرتها الآن، أن الله سبحانه وتعالى حرم الاعتداء، أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يستقيموا لمشركي مكة، وليس فقط مسيحيين أو يهود بل مشركي مكة الذين كانوا يعبدون الأصنام، أن يستقيموا لهم ما استقاموا وحفظوا على العهد. وأن بس معنى كده يا دكتور أنه من يجند عن طريق هذه الجماعات ما بيرجعش للقرآن والسنة وبيبقي فقط على تلقي المعلومات والتفسيرات من رؤساء أو قيادات الجماعة. ده اللي بيحصل بالضبط. يعني تجيبي له حضرتك كتاب يقول لك لا شيخي، تقول له قال الله سبحانه وتعالى يا شيخ قال فسرت هذه بذاك، تقول له دي آية واضحة لك لا هذه الآية دي نسخت الآية دي وهكذا. لكن العقل والفطرة البشرية تؤدي دائما إلى السلام وإلى الرحمة، وتنفر دائما من الحرب وتنفر دائما من الكراهية وتنفر دائما من القتل. فكل نص تفسيري، كل نص اجتهادي، كل نص قال به أي عالم من العلماء يؤدي إلى الكراهية والعزلة والقتل والهجوم على الناس هو ليس من الإسلام في شيء. وهناك دليل تاريخي راسخ من أقوى الأدلة بجوار القرآن أن الإسلام لم ينتشر في الهند وبلاد ما وراء النهر وإندونيسيا وباكستان، وهي الرقعة التي يعيش فيها أكثر من 70% من المسلمين. لم يدخل الإسلام إلا عن طريق التجارة والمعاملة. فإذا كان الإسلام يدخل بهذه الطريقة، لماذا الآن 70% وأكثر من 70% من المسلمين يعيشون في بلاد لم تدخلها الجيوش الإسلامية ولم تفتحها الجيوش الإسلامية، بل أسلم أهلها عن طريق التعامل الحسن، أسلم أهلها عن طريق انتشار الأخلاق الإسلامية. فإذا كان هو الإسلام أن نجاهد في الناس ليدخلوا بالإسلام، كيف دخل هؤلاء الإسلام وكيف يطبق الإسلام هناك؟ وكيف دولة مثل ماليزيا مثلا، دولة يعني الجامعات الإسلامية الماليزية واخدة ترتيب على مستوى العالم في مناهجها وفي استقامة التدريس هناك. فهذا دليل تاريخي راسخ أن الإسلام انتشر هكذا ولم ينتشر بجهاد الطلب وبالهجوم على الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ أحد بالقتال، كان جهاده دائما هو دفاع عن المسلمين، ولم يبدأ أحدا بالقتال. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، وكان يقول دائما إن الله يحب الرفق في كل شيء، وما كان الرفق في شيء إلا زانه. فالمؤمن يكون رفيقا رحيما مسالما، وإذا أراد أن ينشر الإسلام فلينشره في تعامله مع الناس. ونحن الآن في عصر للأسف عصر يعيش فيه مسلمون عصر شاق جدا، يتطلب من المسلم أولا أن يطبق الإسلام على نفسه أولا، أن يكون هو ذا خلق حسن، يكون إنسان يكون إنسان منظم، إنسان نظيف، إنسان له صلة بالله سبحانه وتعالى، إنسان عنده أخلاق في عمله، عنده ضمير، كل ذلك. فأين أنت من هذا في تطبيقه على نفسك وعلى أسرتك وهكذا، في حتى في عملك وهكذا، في مشيك في الشارع، في معاملاتك مع الناس. لكن نحن ليس في مقام يسمح لنا أن نتحدث عن جهاد الطلب ونحن بهذا المستوى، ولا يوجد أصلا. لكن هل هذه الجامعات سبقت باستخدام التكنولوجيا في أوقات أو على مدار سنوات أدى إلى هذا ما حدث للأسف؟ إلى ما نحن هذه الجامعات تم شراؤها وتم تجنيدها بالأموال التي لا تريد بهذه البلاد خير. هذه الجامعات حصلت بين يوم وليلة على أسلحة فتاكة. هذه الجامعات كانت تسيطر بين يوم وليلة على أبار بترول. هذه الجامعات كانت تصدر بترول لبعض الدول. هذه الجامعات كانت تحصل على وسائل تكنولوجية حديثة سبقت بها المؤسسات الدينية وسبقت بها بلاد أخرى، فقامت باستقطاب شباب أوروبي يزيد عدده عن آلاف
يعني في سنة واحدة تم استقطاب أكثر من 250 شخص من ألمانيا وأكثر من 70 امرأة من ألمانيا سنة 2017 مثلا. ننظر في إحصائيات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إحصائيات غريبة جدا جدا، يعني تقول كيف انتشرت داعش وكيف استقطبت الشباب من أوروبا وأفريقيا وآسيا، كيف وصلت الفلبين وانتصرت هناك وسيطرت على مدينة من المدن. يعني كيف لداعش أن تكون جاذبة بهذا الشكل، استقطاب كل هذه الأعداد من يعني اتحدث هي عن هي جماعة الأوروبية. مستغلة، هي جماعة مستغلة تستغل سوء الأحوال، سوء أحوال المسلمين في أوروبا مثلا. تقول للشاب، أنا قرأت ذلك وكنت مدير لمرصد الأزهر لمدة 4 سنوات، تقول للشاب الأوروبي أنت لا تستطيع أن تندمج في هذا المجتمع الكافر، نحن لدينا هنا عيشة أفضل، نحن لديك هنا عمل ولديك هنا خليفة. وكانت تغري بعض السيدات بالزواج والبيت والعمل وهكذا. الشاب الأوروبي عندما يدخل الإسلام يشعر ببعض العزلة ويشعر بشيء من عدم القدرة على الاندماج في المجتمع. وهناك شباب ألماني يدخل الإسلام فيخاصمه أبوه وتخاصمه أمه، أنا رأيت ذلك بأم عيني. فالجماعات تستغل لذلك، وهنا في الشرق تستغل البطالة، تستغل سوء الأحوال الاقتصادية، تستغل مواقع التواصل الاجتماعي، شبكة الإنترنت هي الوسيلة. بالضبط، هي الوسيلة، فتستقطب الشباب بهذه المفاهيم وتجندهم، ويقوم كل بعمله. يعني داعش كان لديها أكثر من 18 مجلة ناطقة بأكثر من 6 لغات، ولا زالت هناك مجلات تصدر أونلاين بلغة ألمانية ولغة إنجليزية، لغة فائقة وإخراج برغم كل الإجراءات اللي بيتخذوها لمراقبة هذه المواقع التحريضية. كمان هناك إجراءات جيدة قامت بها مؤسسات مثل جوجل واليوتيوب وفيسبوك وتويتر، إجراءات جيدة وحاسمة لكن وأدت إلى نتائج طيبة بالفعل، لكن يجب أن يكون هناك تعاون بين الجميع. حتى أنا أعجبت جدا بكلمة الرئيس عندما قال أن هناك دول تنفق على هذا الإرهاب وهناك دول تحتضن هذا الإرهاب. إن لم تنتهي هذه الدول عن احتضان هذه الجماعات الإرهابية وعن تسليح هذه الجماعات الإرهابية لمآرب سياسية ما أو مآرب اقتصادية ما أو إفشال ما لبعض دول آخر، لن تنتهي المشكلة. يجب أن يكون هناك تعاون دولي وتعاون. يعني أحد عناصر الجذب للشباب بيكون الأموال. طبعا بلا شك الأموال طبعا. طيب الآن في هذا المؤتمر إيه اللي حضرتك شايفه يعني لابد أن تسلط عليه الأضواء من أجل تغييره في المفاهيم لتواكب مجمل التحديات في هذا العصر؟ أنا تعليق على المؤتمر أن الأزهر من الجيد أنه أشار إلى بعض الخبرات التي قام بها، وهذه خبرات يجب أن تطبق حقيقة هنا في مصر وفي خارج مصر. الشاب أو الطالب الشارع والقانون الذي تحدث اليوم أشار إلى مادة استحدثها الأزهر منذ حوالي 3 سنوات، مادة الثقافة الإسلامية لم تكن موجودة، والأزهر على ما أعلم أنه عارض تعميم هذه المادة في مدارس التربية والتعليم. هذه مادة الثقافة الإسلامية تعلم الجوانب الأخلاقية وبناء الشخصية ومبادئ وطنية ومفاهيم إسلامية، يدرسها طالب تاني إعدادي وتالت إعدادي وأولى ثانوي قبل ما يطلع الجامعة. بيعلموا يعني جهاد، شبه التربية القومية كده. شبه التربية القومية اللي احنا فقدناها، اللي احنا كنا بنتعلمها واحنا صغيرين. انا ما اعرفش فين التربية القومية دلوقتي. يجب ان تعود، ويجب ان تعود بشكل فاعل لانها كانت كمان بشكل جاذب، يعني تبقاش مجرد بالضبط يعني نقط ومعلومات. بالضبط، فهذه المادة مادة الثقافة الإسلامية يتعلم فيها الطالب معنى المواطنة، يتعلم فيها معنى نبذ الكراهية، يتعلم فيها المفهوم الصحيح أو المعنى الصحيح للجهاد، يتعلم فيها بناء الشخصية، يتعلم فيها الجوانب الأخلاقية، يتعلم فيها معاملة الوالدين. وهناك بعض القصص في هذه المادة بين ولد مسلم وولد مسيحي في الشارع مثلا، يقرأها الطالب في مرحلة الإعدادية فتعلمه بشكل غير مباشر كيف يتعامل مع جاره المسيحي، كيف يتعامل مع الآخر في وطنه أو الأخ في وطنه وهكذا. هذه المادة ألقي عليها، سلط عليها الضوء اليوم، وكانت لمحة رائعة أن يعلم الأزهر الشريف المؤسسات الدينية الأخرى أو الحاضرين أن هناك خبرة قام بها الأزهر منذ 3 سنوات وأدت إلى نتائج جيدة. يعني أنا ابني في الأزهر الشريف وخد المادة دي مثلا، هيروح يدرس، هيروح يطبقها في البيت. ابن حضرتك في الأزهر الشريف وخد المادة دي هيطبقها في البيت، هيتعلم ولما يكبر يعلمها للناس، وبالتالي يجب أن تنقل هذه الخبرة. المؤتمر أيضا يتحدث عن التحديات، يتحدث عن تحديات مفاهيم التكفير
ويتحدث عن تحديات مفاهيم التقديس، تقديس الأشخاص، تقديس الشيخ، تقديس إمام الجماعة، ويتحدث أيضا عن تحدي المؤثرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية. هذه التحديات التي سيناقشها المؤتمر، من المهم بمكان أن يناقشها علماء العلماء المدعوين من هذه الدول، لأنها تحديات عامة. يعني هناك مفاهيم دينية أو هناك يعني محتويات دينية قد تكون قاصرة على مصر، نحن نناقشها هنا في الداخل، لكن مفاهيم التكفير، مفاهيم التقديس أو هذه عامة تشمل الأمة الإسلامية كلها. يعني ما ينفعش أنا دلوقتي، إحنا عندنا الإعلام مفتوح، أنا ما ينفعش أقعد أنا والشعب المصري يتفرج على الفضائيات مثلا، وهناك فضائيات أخرى تبثها بعض الدول الإسلامية الأخرى تروج لهذه المفاهيم مثلا. وبالتالي من الشيء الذي أنا أعجبت فيه في هذا المؤتمر، هذه الكوكبة من العلماء التي أتت لتناقش هذه المفاهيم وهذه التحديات، وأرجو أن يكون هناك نتائج ملموسة فيما بينهم للوصول إلى منهجية محددة وواضحة في عملية التجديد، لأنه يجب أن يكون هناك تعاون بين الأزهر وهذه المؤسسات، وبعد التوصل إلى مفاهيم محددة تطبق بقى، ويتم تغيير مثلا المناهج سواء في الأزهر الشريف أو في المؤسسات الدينية في مختلف أو في عموم الدول الإسلامية والدول العربية. بالضبط، ده الهدف. الهدف أن يكون النشأ الصغير اللي بياخد محتوى ديني في الأزهر الشريف أو في تونس أو في إندونيسيا أو في ماليزيا أو في السودان أو في السعودية، أو منهج الدين الإسلامي، أو منهج الدين الإسلامي في المدارس العادية في الأزهر يعني. أو في المدارس العادية وهذا المنهج يشرف عليه الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، يجب أن تغرز في هذا النشأ أنه عندما يكبر أو سنة ورا سنة زي ما بنقول يكون عنده ثقافة دينية ووعي ديني ومعرفة دينية تواكب العصر ولا تدعو إلى التطرف ولا التشدد ولا التعصب، ويكون هناك قبول الآخر، ويكون هناك معاملة جيدة للمرأة ومعاملة جيدة للأسرة، وهكذا وهكذا وهكذا. الأزهر الشريف بدأ يطور ويجدد المناهج بتاعته من حوالي 3-4 سنين لغاية ما وصل الآن إلى مناهج هي جيدة جدا. وهناك من ينتقد مناهج الأزهر، وأنا رأيت ذلك وتعاملت مع ذلك، لكنه يأتي بمناهج قديمة منذ 3 أو 4 أو 5 سنوات. يعني نحن نقول أن هناك عن الماضي. يتحدث عن الماضي. نحن نقول أن مناهج التفسير ومناهج الفقه التي تدرسها المزل الأزهر الآن هي مناهج تغيرت بالكامل. تغيرت بالكامل وتم تنقيحها من كل ما كان يؤدي إلى بعض من التعصب وبعض من التشدد، ولم تؤدي في يوم من الأيام إلى الإرهاب. لأنه لم يتخرج رجل من الأزهر الشريف وحمل السلاح. نحن لا نعلم ذلك من الأزهر الشريف. لكن عملية التجديد يجب أن تكون مستمرة، لأن اللي حصل من انتشار الجماعات الإرهابية وانتشار الفكر المتطرف كان سببه الجمود الذي مرت بها العلوم الإسلامية في القرون الماضية. العلوم الإسلامية كانت تتطور، كانت تتطور بشكل أفقي وبشكل رأسي، بشكل رأسي في كل عصر وبشكل أفقي في الدول. يعني كان تدرس في دمشق، تدرس في مصر، تدرس في الأندلس مفاهيم دينية خاصة بكل سياق، زي ما قلت لحضرتك الإمام الشافعي سافر من العراق لمصر وهو توفى إمتى؟ الإمام الشافعي توفى سنة 204 أو 241. أحدث تغييرات. وبالتالي أنا ما ينفعش أن أنا أؤمن دلوقتي أن الإسلام كما هو موجود في مثلا في تونس أو في السعودية بما يحمله من ثقافة وعادات وتقاليد ومفاهيم وتراث وتاريخ لهذا الشعب ينقل كما هو إلى مصر. ما ينفعش. الناس تقول الإسلام واحد، أيوة الإسلام واحد فيما يخص الثوابت، فيما يخص العقائد، لكنك متغيرات تحكم الإسلام. الإسلام عندما يدخل دولة ما أو ينتشر في دولة ما بيتفاعل مع عاداتها وتقاليدها واقتصادها وسياستها وتاريخها، تفاعل الأخذ والرد. بالضبط، تفاعل الأخذ والرد. الإسلام ما حرمش هنا على المسلمين هم يعملوا سبوع للطفل مثلا، ده مش موجود في الدول الإسلامية. الإسلام ما حرمش هنا على المسلمين ان هم يخرجوا للشارع ويحتفلوا مثلا بشم النسيم. في بعض الناس تقول لك ده حرام،
وبالتالي ثقافة الدولة وتاريخ الدولة يتفاعل معها الإسلام أخذا وردا بما يناسب الثوابت وبما لا يتعارض مع العقائد وبما يؤدي لهذا المجتمع أن يعيش في سلام. فكان في الأندلس حراك علمي، وكان في مصر حراك علمي، وكان في دمشق حراك علمي، وكان في الجزيرة العربية حراك علمي، وكان في العراق حراك علمي. توقف هذا الحراك في القرون الماضية، وهذا إلى ما أدى إلى جمود العلوم، فكانت تناسب ما وقفت عنده في عصف هذا العصر، ولا تناسب ما وصلنا إليه في عصرنا الحالي من تقدم معرفي، تقدم مفاهيم، تقدم في وعي رجل الشارع. هذا التقدم في الوعي إن لم تسير معه المحتويات الدينية بمناهجها خطوة بخطوة ستظل هي في الخلف وهو في الأمام، وهنا تحدث الفجوة المجتمعية والفجوة المعرفية والفجوة العلمية، فتؤدي لظهور جماعات تختطف هذه المفاهيم لنفسها. طيب لما بنتكلم يا دكتور وحضرتك ألمحت الموضوع الثقافة، ولازم يكون في ثقافة دينية مختلفة قربناها حتى بمادة التربية الوطنية، أشير هنا إلى ما صرح به فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب في احتفالية المولد النبوي اللي فاتت، اللي أشار فيه إلى ضرورة أن تكون هناك خريطة ثقافية، ولابد أن تصاغ هذه الخريطة في أقرب وقت. لكن الفكرة في عمومها مطلوبة، ولكن كيفية الإشراف عليها وكيفية تفعيلها وكيفية كمان متابعة مدى تأثيراتها على المجتمع. فضيلة الإمام الأكبر دائما بيؤمن أن هناك مؤسسات ثقافية عاملة يجب أن تتعاون مع المؤسسات الدينية ويجب أن تقوم بمهامها، بل يمتد ذلك أيضا إلى الإيمان بأن تقوم المؤسسات الرياضية والمؤسسات الفنية والتوعوية بمهامها. مؤسسات، أنا لا أريد أن أذكر مؤسسات بعينها، لكن جميع المؤسسات المدنية أو مؤسسات الرسمية في الدولة المعنية بالثقافة والوعي تقوم أيضا بمهامها المنوطة بها. لكن عدم التعاون هنا في وضع هذه الخريطة الثقافية التي تشمل جميع المؤسسات لن تؤدي إلى نتائج ملموسة، لن تؤدي إلى نتائج جيدة. هضرب لحك مثال، مؤسسة دينية بتعلم الطالب إن هو مثلا كذا وكذا في الفصل، يحترم الوالدين، يحترم الرموز الدينية، ينادي بالمواطنة وهكذا، وبعدين تيجي مثلا واحد على الشاشة يقول مثلا أبو حنيفة الكذا ويشت بس خلاص من الولد كده خلاص اتهدم عنده الفكرة. مثلا ده نوع من عدم التعاون. أو الولد مثلا يتعلم المحتوى الديني ده وبعدين يروح ملقاش قصر ثقافة مثلا يحتضنه، يحتويه بعد الظهر، يحتويه بالليل، يقرأ فيه قصص. ما هو الحياة كلها مش هنعلمه احنا دين 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 دين. الولد لازم يمارس حتى رياضة، لازم يرسم، يزاول بعض الأنشطة الترفيهية. إذن ما لم تتكاتف مؤسسات المجتمع كلها لن تؤدي مكافحة في نشر نوع من الثقافة، هنبقى لن تؤدي مكافحة التطرف إلى نتائج ملموسة. صحيح. دكتور محمد عبد الفضيل عضو مركز الحوار بالأزهر الشريف، أنا بشكر وجود حضرتك معنا النهاردة، وسريعا هروح لأيمن السيد يستعرض مع حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، بعده نرجع نكمل.